وصل سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مساء أمس إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها 31. ولدى وصوله كان في الاستقبال سعادة السفير السيد نور الدين عوام المبعوث الخاص المكلف بملف الدول العربية وسعادة السفير نور الدين خندودي المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر وسعادة السفير فؤاد صادق البحارنة سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.